السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن مرض البانيلوكوبينيا او طاعون القطط، او بيسمى كمان ببرف القطط. هو فيروس خطير جدا، هنتكلم النهاردة عنه. يلا بينا نبدأ حلقتنا. ما تنسوش قبل ما نبدأها، لو اول مرة تشوفوا القناة اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش اللايك والشير، ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. اول حاجة، هي القطط ازاي بتنقل لها العدوى بتاعت برف القطط او طاعون القطط؟ طبعا بتتنقل، بيكون قط مصاب بالفيروس بيتنقل عن طريق البول او البراز او افرازات الانف، وكمان العدوى بتيجي عن طريق الاحتكاك المباشر بالمصاب. يعني لو عندك قط مصاب طبعا المفروض بيتعزل لوحده في مكان بعيد خالص عن بقية القطط، لو عندك كمية من القطط، علشان هو الفيروس ده بيتنقل بسرعة شديدة جدا جدا من طبعا الاطباق او المية او الاكل، او ممكن انت كمان بعد ما بتتعامل مع القط المصاب ممكن تصيب القطط التانية لو ما طهرتش ايدك كويس جدا، لان طبعا الخلايا الفيروسية بتاعت طاعون القطط او برف القطط بتفضل حية طبعا في المكان بتاع القط المصاب، مش بتموت بسرعة غير لما طبعا لازم نطهر المكان كويس جدا كل يوم بالمطهرات والكلور علشان الفيروس ده يموت. وممكن كمان القط المصاب يفضل حامل الفيروس لمدة 6 اسابيع ان هو يقدر يعدي بيه القطط التانية. طبعا الاكثر عرضة بالمرض دوت القطط اللي هي طبعا بتبقى صغيرة، اللي ما بتبقاش مطعمة، فطبعا التطعيمات بتاعت القطط دي مهمة جدا جدا، لازم نطعمها في مواعيدها علشان نحميها من الفيروسات اللي هي بتبقى خطيرة زي برف القطط. طبعا في الاول قبل ما يكتشفوا التطعيمات وقبل الدكاترة ما تعمل بحوث ويبقى فيه تطعيمات للقطط، كانت طبعا المرض ده بيجي اللي هو طاعون القطط او البرفو بيموت القطط، لان طبعا ما كانش له علاج نهائي. طب عايزين نعرف اعراض برف القطط ايه؟ قبل طبعا ما اقول الاعراض هقول ان الفيروس اللي هو برف القطط طبعا بيهاجم الجسم في الخلايا بتاعت النخاع بتاع العظام والامعاء والاجنة، بيدمرها طبعا لو القطة كانت حامل. الاعراض بتاعته هنقولها دلوقتي، بتبقى عبارة عن فقدان للشهية للطعام، ارتفاع درجة الحرارة، وكمان بيبقى فيه اسهال شديد جدا جدا، وبيبقى معاه دم، وبيبقى فيه افرازات نازلة من الانف، وفقدان الاتزان. ولو طبعا القطة حامل بيحصل اجهاض، لان طبعا الفيروس بيدخل على الخلايا بتاعت المخ تمام، وكمان بيموت الأجنة اللي بتبقى موجودة في بطن القطة. وطبعا احنا عايزين نخلي بالنا من الاعراض، لان في اوقات اعراض بتبقى متشابهة، بس لا قدر الله ما بيكونش اللي هو برف القطط، لازم الاعراض كلها بتاعت برف القطط تكون هي اللي موجودة لا قدر الله عند القطة. يعني ممكن القطة يكون عندها اسهال مصحوب بدم، ده بيبقى عندها ديدان في البطن، او مثلا عندها ارتفاع في درجة حرارة بس معهوش ولا اسهال ولا ترجيع، يبقى ده درجة حرارة اللي هي طارئة وبتروح مثلا مع حرارة الجو ولا حاجة، ونعمل لها كمان او من وديها للدكتور بيديها ادوية تنزل درجة الحرارة. فلازم الاعراض بتاعت برف القطط تكون هي اللي انا قلت عليها، بتكون كلها مع بعض. طبعا التشخيص بقى بتاع المرض لازم نقول للدكتور القط بدأ يتعب من امتى، علشان هو يقدر يشخص المرض صح من اليوم اللي القط تعب فيه، علشان يقدر طبعا يعالج القط صح. طبعا الدكتور بيتأكد ازاي ان القطة عندها برف القطط، بيعملها طبعا تحاليل الدم، صورة الدم الكاملة، لان طبعا المرض ده بيهاجم النخاع اللي في العظام والعقد الليمفاوية، ويسبب طبعا نقص شديد في الكرات الدم البيضاء والحمراء تمام. فعشان كده لازم بيعمل الدكتور بيعمل تحليل في الدم، وكمان بيعمل تحليل في البراز علشان يتأكد من التشخيص كويس جدا، ويعرف ان فعلا ده البرفو بتاع القطط. طب العلاج بتاعه ايه، بتاع برفو القطط ده او طاعون القطط؟ طبعا هو مفيش علاج
بيقتل الفيروس نفسه، يعني مفيش علاج بيقتل الفيروس. العلاج اللي الدكتور بيديه بيدي علاج بيحفز جهاز المناعي بتاع القطة، تمام، لأنه طبعا من كتر التعب الجهاز المناعي بتاع القطط بيقل، بيديها طبعا مضادات حيوية وبيعلق لها محاليل في الوريد بيبقى فيها أدوية، تمام، وبيدي كمان أدوية مضادة للنزيف ده لما بيكون فيه دم شديد طبعا في البروز. طبعا في فترة العلاج لو القطة مر عليها إن شاء الله 5 أيام وكان الأدوية بتجيب نتيجة معاها، يبقى كده الحمد لله إحنا بنعدي مرحلة الخطر إن شاء الله، ويبقى العلاج طبعا. وأوقات كمان القطة بتتحجز في العيادة بتاعة الدكتور أول كام يوم هو بيحجزها عنده، علشان طبعا بيبقى متابعها في المحاليل، اللي طبعا القطة بتبقى رافضة الأكل والشرب، فهو بيعوض ده بالمحاليل اللي بيعلقها لها في الوريد. فالقطة بتفضل في العيادة لمدة أسبوع أول 5 أيام، علشان الدكتور بتاعها بيبقى متابع طبعا الحالة بتاعة القطة. وطبعا القطة اللي بيجي لها الفيروس اللي هو الطاعون او برف القطط وخفت منه الحمد لله ما بيجيلهاش تاني خالص خالص، بتبقى واخدة منه اجسام مضادة فما بيجيلهاش الفيروس تاني، هو بيجي مرة واحدة بس. وبعد كده لما القطة دي بتبقى حامل وتولد، الاطفال بتوعها بياخدوا نسبة من الاجسام المضادة من القطة الام، تمام، وبيفضل حاميهم من 3 أسابيع لغاية 3 شهور. فطبعا الأفضل إن احنا بنطعم القطة التطعيم الثلاثي أو الرباعي، طبعا احنا بنروح بيها للدكتور الأول هو اللي بيحدد لنا سواء إذا كان هتاخد التطعيم الثلاثي أو الرباعي، ده على حسب تحديد الدكتور أو الدكتورة اللي بتبقى في الصحة البيطرية. طبعا يا جماعة هنطهر الأماكن اللي موجود فيها القط المصاب بالكلور، تمام، لازم نطهرها بالكلور وبالديتول، لان الفيروس بيفضل حي ما بيموتش بسهولة، وممكن كمان يقاوم المطهرات بتاعتنا لو المطهرات بتاعتنا مش شديدة، فلازم نشوف مطهرات شديدة نموت بيها الفيروس، ونطهر كل شوية المكان المصاب بتاع القطة، ونطهر كمان احنا ايدينا كويس جدا جدا. وحابة اطمنكم واقول لكم ان الفيروس ده الحمد لله مش بيتنقل للإنسان خالص، لأ هو بيتنقل للقطط فقط، ما بيتنقلش للبني آدمين. طبعا احنا عايزين نخلي بالنا طبعا من القطط، ما نحاولش نعرضهم للخروج كتير من باب الشقة، نقفل البابين والشبابيك كويس، ونحرص طبعا على جدول التطعيمات بتاعت القطط في مواعيدها، لان طبعا التطعيمات مهمة جدا جدا، لان الادوية لو القطة اصابت بمرض او بفيروس خطير زي الفيروسات اللي انا بقول عليها دي، العلاج بياخد وقت والعلاج بيبقى غالي، فاحنا نخلي بالنا. واهم حاجة نخلي طبعا بالنا من الاعراض، لان في الكومنتات بتتكتب ممكن قطة يكون عندها اساسا اسهال، والاسهال فيه دم تفتكر ان هو برف القطط، لا لازم كل الاعراض تكون مع بعضيها، ما ينفعش عرض واحد بس، لان طبعا الاعراض اوقات بتبقى متشابهة، بيبقى في مرض تاني لا قدر الله غير برف القطط، فلازم نشخص الحالة صح علشان نقدر نعالجها صح. بكده حلقتنا تكون خلصت النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوا القناة ولسه ما اشتركتوش فيها، انزلوا اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.